صندوق التعويض عن فقدان الشغل للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني أخواتي النواب المحترمين. السيد الوزير، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بمجهودات جبارة من أجل تشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا للتخفيف من معضلات البطالة، نلاحظ تنامي ظاهرة تسريح العمال في القطاع الخاص لأسباب متعددة الجوانب، تعسفية أحيانا واضطرابية أحيانا أخرى. الأمر الذي يجعل هؤلاء العمال المسلحين عرضة للضياع والتشرد وأفراد أسرهم، وهذا ما دفع الحكومة إلى التفكير في إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل لضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال. لذا نسأل السيد الوزير، متى سيخرج هذا الصندوق إلى حيز وجود؟ شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم على ترحيل هذا السؤال المهم، واللي كنعتقد هو من المشاريع الأساسية ديال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك باش نوصلوا لاستيفاء الاتفاقية رقم 102 الدولية اللي أكدت على واحد مجموعة ديال الخدمات الضمان الاجتماعي يجب منحها. حنا تقدمنا مشروع جديد ديال حول هذا الصندوق، وكان مطار التوافق على مستوى مكوناته مع الشركاء الاجتماعيين المركزية النقابية والاتحاد العام للمقاولات المغرب. كان هناك طلب ديال المركزية النقابية أن الدولة تعطي مساهمة في إحداث هذا الصندوق. اتفاق الحوار الاجتماعي 26 أبريل خصت الحكومة 250 مليون درهم لانطلاقة هذا الصندوق. يوم 29 كما ذكرت بالنسبة للبحر الصيد الساحلي هو نقطة في جدول الأعمال ديال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونأملوا أن نوصلوا توافق ما بين المركزية النقابية وممثلي المشغلين. وكنعتقد أنه كما جاء في تدخلكم من الآليات المهمة. يجب التذكير أن الفترة ديال الأزمة الاقتصادية والتأثير ديالها على سوق الشغل، أن الدولة دخلت بأكثر من 1.4 مليار درهم لإنقاذ مناصب الشغل ولدعم المقاولات المتضررة في التصدير، وهو ما سمح بإنقاذ الآلاف من مناصب الشغل. هذا ما كيمنعش أننا فقدنا مجموعة مناصب الشغل، وأن هذا الصندوق من الآليات المهمة اللي يجب إخراجها في أقرب وقت، خصوصا اليوم أن الدولة وضعت حصة غلاف مالي مهم اللي ذكرت ديال 250 مليون ديال الدرهم انطلاقة هذا الصندوق. شكرا. تعقيب السيد النائب. نشكر السيد الوزير المحترم على الإجابة التي هي في متناول الجميع تقريبا. كما يعتبر إحداث هذا الصندوق السيد الوزير مطلبا أساسيا من مطالب الفريق الاستقلالي، باعتباره يشكل طريقة ناجعة وفعالة لمعالجة وضعية اجتماعية ناتجة عن ظرفية خارجة عن إرادة العامل الذي ذهب ضحية إفلاس مقاولة، وما يتطلب ذلك من ضرورة حماية العمال المعرضين للتشرد والضياع في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا إلى إعطاء البعد الاجتماعي معناه الحقيقي في الواقع بما يضمن للمواطنين حقهم في الحياة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. تعقيب سيد الوزير. شكرا للسيد الوزير.